وصلنا القرار والحكم، وكان في مهلة 60 يوم انك تدفع وما دفعتش، وبتعرض نادي الزمالك لهذه الخطورة الشديدة الشديدة الشديدة. بنيجي لمحمد ابراهيم، الفلوس اتخصمت منه. انا سألت الدكتور سالم محمد سالم وكيله، قال لي محمد ابراهيم 55,000 دولار كان كل سنة بيتخصم منه ما يعادل 100,000 دولار من مستحقاته، ويكاد لم يحصل على شيء طوال السنوات الماضية، وده كان عامل أزمة للاعب. يعني الفلوس اتخصمت من محمد ابراهيم، انت خصمت الفلوس من اللاعب ما سددتهاش ليه؟ انت فتحت حسابات سرية عشان تتلقى فلوس من بره، طب في الحسابات السرية دي ما حولتش ليه للهيئات دي؟ انت بتشتري لعيبة وبتديها فلوس بالدولار وبتحولها فلوس بالدولار، طب ما حولتش ليه للعيبة دي وحليت الموضوع؟ طب انت من بره بره المستشار تركي الشيخ دفع لحمد النكاز، طب ما كان يمكنك برضو من بره بره من او من اتحاد الكوره، بلاش من بره بره، فلوس علي جبر زي ما جات لك على اتحاد الكوره كان اتحاد الكوره هو اللي يبعت الفلوس. لكن الفكره فكره العناد، الفكره فكره سيبوا اللعيبه دي عشان هنقول اجوجو وماجوجو وممدوح عباس. لا، اللي جاب اجوجو ممدوح عباس واللي مشاه الدكتور محمد عامر. يعني الفكره هي ان انا اسب حد واجرح في حد لمجرد ان انا اسيب الازمه مشتعله. طيب نسمع كده يا استاذ خالد تاني بعد اذنك. بالنسبه لمحمد ابراهيم اللي هو النادي بتاعه اللي هو ماريتمو، نادي ماريتمو البرتغالي، تمام، بالرغم انا لو كنت تعملوا اشكال يعني تستأنفوا على انا لو كنت مكان محمد ابراهيم عمري ما كنت اسيب جزيره ماديرا دي. من ضمن الليله اللي انا تعبت فيها سافرت مشوار ابن لذينه لجزيره في وسط المحيط الاطلنطي عشان اخلي الراجل يوافق. ما علينا، قدرنا ان احنا باذن الله النهارده بنتعامل دلوقتي في زيورخ اللي هو الاشكال في وقف التركيز بالنسبه لكريم وبالنسبه لاخونا الثاني ده مدرة ده نادي ماريتمو، وان شاء الله اول ما هيرجعوا. طب الاشكال ده يوقف يوقف القرار يعني؟ عشان يوقف القرار. طيب المبالغ المطلوبه برضه اوروبا قافله، انت عارف السبت والحد معانا لسه قايل الكلام ده دلوقتي قافلين فبكل الجهد. انا عايز في اخر حاجه قبل ما الست زي تخلص، الناس بتقول احنا ما سددناش ليه، انا بقول لكم بمنتهى الصراحه هو الفلوس كام بس العالم؟ مش مهندس عايز اسال حضرتك سؤال بس عايز. انا مسؤول عن التسويه وحل الخلافات، السداد ده مسؤوليه مجلس اداره، بنيجي بنعمل ايه؟ تيجي عايز تبعت الراجل بيقول لك ها انا مسؤول عن التسويه وحل الخلافات والمجلس مسؤول عن السداد، لكن الاهم من كده قال لك ايه؟ عملنا كونفرنس امير مرتضى واسماعيل يوسف وشريف اسلام ونصر عزام، واتفقنا على تقديم استشكال وخدنا تعليمات من مرتضى منصور بتقديم استشكال. هو الامر مستني من يوم الخميس لحد النهارده او من يوم الاربعاء او من يوم 29 بقالك 10 ايام انك انت تستنى لسه تعمل كونفرنس، ولا انت عارف ان الموضوع انتهى والخصم نهائي؟ ايه الموضوع؟ بتقول هتقدم استشكال دلوقتي، بتقدم استشكال في زيورخ وبتقول في نفس الوقت ان الحد الدنيا قافل. لا، الاستشكال لسه هيتقدم بكره، والاستشكال عشان ينظر فيه لازم تدفع، عشان ينظر في الاستشكال لازم تدفع. ما ينفعش الاستشكال ينظر فيه سواء برفع الخصومات، وبعدين خلي بالكم هو بيتكلم على واقعتين بس، كريم الحسن وماريتمو، لو موضوع محمد ابراهيم ما بيتكلمش في موضوع اليكس مندومو ولا بيتكلم في موضوع اجوجو، رغم ان القرارات هنا هي القرارات هنا، خصم 6 نقاط وعدم القيد في فترتين قيد. فبالتالي المساله انت واخد حالتين، ربما هما يكونوا الابرز، ربما هما يكونوا الخصم 6 نقاط وايقاف الحالتين الفترتي قيد، لكن انت بتقول انك لسه هتعمل اشكال لوقف التنفيذ. اتحاد الكره طب ما بيعلنش ليه ان خصم 6 نقاط من الزمالك؟ التنفيذ بيبقى في نهايه الموسم بالمناسبه، ما يبقاش دلوقتي، بيبقى في نهايه الموسم، وممكن ما يعلنش غير في نهايه الموسم لو ظل البعض يتحلى بالخوف والرعب الشديد جدا من مرتضى منصور او من المجمد الموقوف نسيت. فبالتالي انت النهارده لسه هتعمل اشكال لوقف التنفيذ، مش انا اللي بقول، اي حد زملكاوي بيتفرج علينا ما يزعلش، مش انا اللي بقول، اللي بيقول عضو مجلس اداره ماسك الملف بقاله 5 سنين ونص، 5 سنين ونص الملف معاه، السنة بتاع الدكتور كمال درويش والمدتين بتوع مرتضى منصور اللي هي التالتة اللي احنا فيها المجلس. إذن هو دلوقتي بيعترف ان الاشكال ده بنعمل كل الجهد وبناخد التعليمات عشان نوقف التنفيذ، طب ما بتسددش ليه؟
محدش بيسال هو ما بيسددش ليه وانت عندك فلوس. قال لك لان في حجز على الفلوس ولان لموت الدكتور حازم ياسين. يا سلام، هو الكلام ده جديد؟ هو الكلام ده بقالوش سنين؟ هو الدكتور حازم ياسين ده ميت ما بقالوش اسبوعين؟ هو من المجلس ما ينفعش ينعقد ويختار امين صندوق بالانابه؟